العودة لموضوع محمد محمد ابراهيم. إبراهيم. محمد ابراهيم دي قصته هقولها في 3 4 دقائق عشان الحقيقه قصه مضحكه جدا. أيوه محمد ابراهيم ده كان لعيب في نادي الزمالك 2014 2013 تمام. مظبوط. جه في 2014 او 2014 2014 جه ماريتمو البرتغالي. البرتغالي عايز اللعيب عشان يبيعه. خلي بالك بص خليك من النقطه دي مهمه جدا. عايز اللعيب عشان يبيعه. هو مش واخده عشان يلعبه خلاص. طب هو هيبيعه طبعا لمين خده يعني؟ واتمرن ولعب بس ايه هيبيعه للنادي بعينه يعني؟ يبيع له نادي تاني. او يعني بيستثمر في اللاعب. بيستثمر في اللاعب تمام اوكي. خلاص. واضحه جدا واضحه من ده العقد. عقد محمد ابراهيم. ده عقد محمد ابراهيم وقال هناخده ب 400 الف يورو لكن اول 6 شهور فري اول 6 شهور فري. فري معنى ايه؟ ولو ما بعناهوش او مش عايزينه مش هنفعل الشراء خلاص يرجع نادي الزمالك. يعني 6 شهور هياخدوا مش هيدي الزمالك مش فلوس. هيتحاجه. لكن بعد ال6 شهور دول لو لو هيبيعوه. اتفعل خلاص يوم 21 فبراير 2015 لو اتفعل قبليها هدفع 400 بالقسط. تمام ماشي تمام مفيش اوكي مشكله. العقد اللي كان طالع ده ماشي. حلو كده وخده حاول يسوقه. واضح انه ظروفه ما سمحتش الله اعلم ما وفقش. مش عايزينه. المهم في الاخر خلاص شكله كده هيرجع ماشي. لانه ما كانش ولا بيلعب ده بعد ال6 شهور ولا كان بيلعب اساسي وكان بيحاول يسوقوه. يعني جات لي معلومات كان بيحاول وما يسوقوه نجحوش في كده. ما اوكي. نجحوش لكده. احنا 1 فبراير يعني قبل ب9 ايام قبل تفعيل العقد ب9 ايام قلنا لماريتمو احنا عايزين محمد ابراهيم. محمد ابراهيم راح العقد راح عاملين عقد اللي ماضي عليه استاذ هاني زاده اللي هو جه دافع هنا. هو جه هنا وقال مش دي مش امضته. لا امضته طبعا امضته. طبعا اوكي. هاني زاده. لا سيبك بقى من هاني زاده. هاني زاده خلاص مضى العقد اللي هو مفاوض من النادي مجلس. وحتى لو المجلس هو اللي بيمضي العقد ما هو لازم المجلس بيوافق. ده لازم. طبعا. وفي صوره ال اعرضوا لنا يا جماعه. في فراح جاي صورة النادي عايز صورة ايه يا فندم؟ صوره مجلس الاداره اللي ماضي عليه الاستاذ مرتضى. اجتماع محضر مجلس الاداره. ايوه اللي ماضي عليه اللي هو الاستاذ كاتب مرتضى فيه بخصوص عقد محمد ابراهيم. مجلس. موافقه على عقد محمد ابراهيم بالاجماع على جميع الشروط. اوكي. من ضمن الشروط ايه حضرتك؟ ما دي المصيبه بقى اللي جت بعد كده. تمام. اولا احنا اشترينا اللعيب بتاعنا. يعني انت رغم ان كان في ال6 شهور يخلصوا انت كده كده تاخده من فضل غير ده فاضل 9 ايام والنادي ما فعلش وشكله هيرجعه. شكله بص انا ليه المؤشرات بتقول المؤشر هيرجع. بتقول كده اوكي. انه هيرجع. فانت قبليها ب9 ايام تقول انا عايزه. طب ماشي اوكي تمام. نفترض المدرب اتمسك عايز محمد يعني انا هدي العذر ماشي لان انا الحقيقه ما كنتش في الواقع فما ماشي. اقدرش احكم في حاجه. فقال لك عايزين نرجعه. فالنادي مريتمو قال له ايه؟ هات فلوس. تدفعوا 500000 يورو. ونادي ماريتمو اصلا مش ما دافع دفعش جنيه حاجه لنادي ولا الزمالك. جنيه ولا يورو. يعني نادي ماريتمو خد لعيب من عند الزمالك باعه يا بيه للزمالك. يا بيه اشترينا اللعيب بتاعنا. يا نهار ابيض. ما هي من العقد اهو. يعني نادي معلش برضه عشان الناس اتفضل. تاخد بالها. اشترينا يعني اللعيب بتاعنا. اشتريتوا عقد اللعيب بتاعكم بتاعنا. اللي هو على قوتكم اصلا. اللي انتم مدينينه كده فري ست جدعانه شهور لغايه ما فري. يجربوه ولا هيبيعوه ولا هيعملوا فيه ايه. يا خبر ابيض. دي اول ايه؟ اول نقطه هفوتها. ما انها ما تتفوتش. ما هفوتها. ماشي. في الاسخن بقى. ايه بقى؟ العقد مكتوب فيه بقى. ايه؟ العقد التاني بقى اللي هو بتاع الشراء بقى. ما العقد الاولاني الغي، تم الغائه. خلاص؟ والعقد التاني اللي اتعمل ان احنا هنشتريه ب 500 وفي حاله بيعه ندفع 1,000,000 يورو غرامه. او يعني معموله او بيسموها ايه؟ يعني الزمالك هيدفع 500000 يورو ده تمن عشان يرجع محمد ابراهيم اللي هو بتاعه. بالظبط. وبعد كده لو هيبيع حصل محمد ابراهيم ندفع يدفع 1,000,000 يورو مليون يورو لمارتيم. لمارتين. 1,000,000 يورو. حلو؟ 1,000,000 يورو كان ساعتها بكام مليون اليورو؟ في والله مش فاكر. 2015 9 جنيه. عكس خلاص؟ دلوقتي طبعا. هو الدفع دلوقتي يعني انا ما اعرفش دفع ولا لا. الحقيقه انا لسه بقول ان هم يردوا بس كان دفع هي ولا في ايه؟ حاله انتقال اللاعب النهائي بدون مقابل يكون الترجمه على قدامها الرغم. الانجليش بتاعها اوكي. بتاع العقد. هيكون على الرغم من ذلك الزمالك ملتزم بدفع 1,000,000 يورو. مبلغ واحد من مليون يورو. الاضافي. يا نهار ابيض. ما دي القضيه اللي كسبها نهائي. مارتيميو. طبعا. طبقا للعقد. طبعا العقد. خلاص؟ طيب الاوحش من كده. طب يا ريت بعناه ب 100,000 يورو فدفعناهم. لا احنا بعناهم للمقصه. بعنا للمقصه ب 5 مليون جنيه. يعني حوالي 200,000 يورو. يبقى احنا هندفع فرق قد ايه؟ ال 800 زائد ال 500. زائد ال 500.
يعني مليون مليون و300 و300 ألف مين يورو، يتحاسب عليها دي؟ مليون و300 ألف يورو على نادي الزمالك من الهوا. ما دي اللي مرتضى منصور باع فيها هاني زاده وطلعه بره القايمه في الانتخابات وقال عليه حرامي وكده يعني. مش هو حصل كده؟ ده ممكن الكلام اللي يكون اللي حصل من سمعناه. رئيس نادي الزمالك، اللي لكن سمعناه. احنا هنا مش بنتهم يا جماعه اي لا حد احنا ما باي بنتهمش حاجه حد طبعا، خالص. كل الاحترام للمهندس هو علي زاده طلعه لكل الناس واي حد ليه وانا حق بقول الرد انا طبعا. الاحترام من اتفضل. جميع، بس انا طبعا بقول ده اللي حصل، ان مرتضى منصور انت باعه بتحكي احداث يعني، تمام باعه اتفضل. وهو اوكي هاني زاده هو المشكله. اوكي طب هو مشكله ازاي اذا كنت حضرتك اعتمدت العقد بجميع شروطه كمجلس اداره. وكلكم ماضيين عليه؟ تمام انا بقولش انا مش بتهم حد خد حاجه، انا ايوه، بتهم ان في غلط جسيم وقع في نادي الزمالك طبعا، غلط جسيم كلف النادي مليون و300 الف و300 الف يورو في اللاعب بتاعه. ولسه في اللعب بتاعنا ولسه هيدفعهم او دفعهم في الفتره الاخيره اللي هو بعد اليورو ما وصل لكام، فيضرب بقى مليون في دي بدل ما كنت تضربه حتى في 8 ساعتها لو كنت دفعت، اضربها دلوقتي في مش عارف بكام انتوا و30. جيتوا كلجنه بقى لقيتوا كده. طبعا لا طبعا طب عملتوا ايه لما بصيتوا في ملف محمد ابراهيم ده؟ حاولنا كلمنا المحامي، طب نقدر نعمل ايه، طب نوديها الكاس عشان تاخد وقت شويه، كنا بنناطل بس بس طبعا ما بس فيش حل بنلاقي تاني. الحل ايه، يمكن تلاقي اي مخرج. ما فيش حل. عارف الحل ايه؟ اتفضل. استاذ مرتضى قالها في فيديو موثق يعني بعد ما رجع، فطبعا احنا كنا بنتكلم في المواضيع دي، فقال لك محمد ابراهيم بيتكلموا على قضيه محمد ابراهيم، ده فيديو موثق يعني، وكان هو طبعا صحفي وكان في صحفي اوكي بعدي، ده كان يتحل منتهى السهوله، ازاي بقى؟ هم اللي تقاعسوا. ايه ازاي بقى؟ نقول ازاي بقى؟ قلب النص كده او بمعناه، كانوا راحوا للفيفا قالوا له ازاي ندفع باليورو اذا كان احنا بنتعامل في مصر بالمصري؟ يعني ده برضو رد مش منطقي. رد مضحك وفي ناس سقفت له. شفت الجهبذ؟ شفت المحامي الفذ؟ فيعني فحاجه يعني الحقيقه يعني حاجه محزنه والله العظيم. وفي الاخر يقول لك اللجنه اللي هو عقد في فحضرتك عضو في 2015. اللجنة بترد على التصريحات دي، انا برد طبعا، انا حقك لازم ارد اتفضل يا فندم. يعني. تمام.